قوم وردد كل يوم وانشد اللحن الجديد بالأماني سوف أحيا سوف أصنع ما أريد لن أكل ولن أمل سوف أحلم من جديد لن أكل ولن أمل سوف أحلم من جديد بالعزيمة سوف تحظى بالنجاح والانتصار مهما طال الليل حرما سوف يأتيك النهار بالعزيمة سوف تحظى بالنجاح والانتصار مهما طال الليل حرما سوف يأتيك النهار لن أكل ولن أمل سوف أحلم من جديد قم وردد كل يوم وانشد اللحن الجديد بالأمان سوف أحيا سوف اسعى سابر واصل حتى لو تعثرت قف من جديد ستصل وتنجح سوف أحلم من جديد قم بجد واجتهاد طالبا ليلا العلا لا تكن يوما ضعيفا لا تكن متخاذلا قم بجد واجتهاد طالبا نيل العلا لا تكن يوما ضعيفا لا تكن متخاذلا لن أكل ولن أمل سوف أحلم من جديد لا يفرح في ظل النجاح وتنادى كل قزام الصباح زال وجه الصبح في يوم بهيج وهو يوم الساد يوم الأضحية إنه اليوم الذي يرقبه يعمر فوق آلاف الملاح فيه يخرج بأهلنا لحب فتعالى صوب أهلا بالنجاح ما هو النجاح؟ النجاح هو العملية التي يحقق بها الإنسان أهدافه ويحقق هدفه بالمثابرة والعمل الجاد كما مثل النبات الذي يشعر بالثمار بعد فترة طويلة من الرعاية والانتظار فهو يتطلب الصبر والعمل الجاد لتحقيق النجاح لأنه النجاح ثمين يحتسب كل أغنية يمكن تحقيقه حيث أنه النجاح ثم حلوة يستحق القتال من أجله كيف نحقق النجاح؟ النجاح أربع أصول التخطيط العمل الصبر الثقة بالله فإذا لم نستطيع إيجاد طريق النجاح فعلينا ابتكاره هل للنجاح معوقات؟ نعم ولكن لحظة النجاح الواحدة تنسيك جميع لحظات التعب ما هو حلمك؟ حامية طبيبة مهندسة مهندسة رائعة معلمة معلمة كيف نحقق هذا الحلم الجميل؟ المثابرة الدراسة الدراسة أحسنتم بإذن الله تعالى والتوكل على الله يحقق كل أحلامنا إن أضعت الدرب يوما فانشر الحلم القريب لن أكل ولن أمل سوف أحلم من جديد لن